نبقى في القيروان وتنضم إلينا مراسلة الأخبار منيرة الرابعي. منيرة، إذن القيروان تعيش على وقع الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، لو تعطينا مزيد من التفاصيل عن برنامج الاحتفال بهذه المناسبة واستعدادات القيروان خاصة لاستقبال آلاف الزوار غدا. نعم ليلى، كما تعلمون ولاية القيروان تعيش هذه الأيام على وقع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف منذ أسبوع تقريبا، وقد شهدت ساحات المدينة عدة تظاهرات ثقافية ودينية ساهمت في إدخال حركية كبيرة على الجهة. نذكر أن عديد التظاهرات كانت متوزعة على ساحات المدينة وعلى فسقية الأغاني التي ظهرت هذا العام بمظهر جديد. أشير هنا إلى أن هذا اليوم هو ليلة المولد النبوي الشريف، ويشهد عدة تظاهرات ثقافية كذلك ودينية. وللحديث عن هذه التظاهرات ينضم إلينا السيد المندوب الجهوي للثقافة بالقيروان السيد نجيب الكسراوي. مرحبا بك سيد نجيب. هذه التظاهرات ثقافية متعددة وساهمت في إدخال حركية تنموية على الجهة، لو تعطينا أكثر تفاصيلا على هذه التظاهرات. مرحبا بكم، إن شاء الله مولد مبروك وكل عام والشعب التونسي والأمة الإسلامية بخير. كما ذكرت في بداية المداخلة أن البرمجة ثقافية متنوعة، خيرنا وأنها تقام في ساحات الفنون والساحات العامة وخاصة الفضاءات اللي عندها خصوصية في القيروان. كذلك سلطنا الضوء على بعض المعالم التاريخية لرمزيتها في إطار إحياء الموروث الثقافي والتاريخي بالقيروان، ونخص بالذكر فسقية لاغالبة اللي صار فيها تدخل مؤخرا على مستوى الجهر والتنظيف وتركيز الإنارة والكراسي، وكانت فيها الاحتفالية وانطلاق الاحتفالات الرسمية ليلة قبل أمس بالفسقية لاغالبة. تواصل فعاليات اليوم احتفالا بالمولد النبوي الشريف، برمجة متنوعة باش تكون في باب الجلادين على الساعة 4 مساء، باش تكون فما عرض من ليبيا ومن أندونيسيا ومن الجزائر في فقرة تنشيطية. كذلك في الجرابة عنا عرض في الإنشاد الصوفي في المدينة العتيقة، والافتتاح الرسمي باش يكون كما تراو احنا مباشرة من مكان العرض ومكان الاحتفالات باش تكون حضرة الفاضل الجزيري موجودة. أردنا ومنذ مدة نخدموا على أن البرمجة الثقافية هذه كيفاش يمكن توظيفها وأن تكون محرك اقتصادي وسياحي وتنموي بالجهات، كيف يمكن توظيف المجالات الثقافية والفنية في أن تكون محرك اقتصادي، وهذا في الحقيقة انطلقنا نخدم عليه منذ مدة، وهذه هي مخرجات الندوة الوطنية اللي أشرفت على تنظيمها وزارة الثقافة. بدأت توافد عدد كبير من الزوار، حركية اقتصادية كبيرة، لا سيما وأنه تم تنظيم مجموعة من المعارض في الارتزانة وفي الصناعات التقليدية، معارض الحقيقة اللي تحكي الهوية القيروانية، تحكي العلامة القيروانية المميزة اللي نسعى من خلالها إلى ترويجها على مستوى الوطني وعلى المستوى المغاربي والعربي وعلى مستوى الدولي، هذا اعتمادا على المحطات الثقافية الكبرى اللي تتنظم خلال الموسم الثقافي. نعم سي نجيب، ذكرنا أن الفسقية ظهرت هذا العام بحلة جميلة ومضيئة، وكيف يمكن استثمار هذا المعلم مستقبلا في تنظيم التظاهرات الثقافية، خاصة وأنا نعلم أن ولاية القيروان تفتقر إلى هذه الفضاءات الثقافية. هو الحقيقة في القيروان انطلقنا بالتجربة هذه، خاصة احنا في حاجة لفضاء ثقافي يرفع الطاقة الجماهيرية اللي عندها اهتمام بالشأن الثقافي وبالمشهد الثقافي في ولاية القيروان. كانت الانطلاقة في الصيف بتأسيس مهرجان الفسقية، والتدخل اللي صار في الفسقية كما ذكرت منذ البداية على مستوى التنظيف والجار خلى الفضاء هذايا والمعلم المائي التاريخي هذا يكون وظيفي لاحتضان المحطات الثقافية الكبرى اللي اتبعها طاقة جماهيرية كبيرة. وكما تابعتوا اليوم سهرة ليلة أمس واللي قبلها في فضاء الفسقية كانت تنظيميا كانت ناجحة، وكان على مستوى المحتوى والمضمون أنه يسلط الضوء على كل ما هو تاريخي، على كل ما هو خصوصية، خاصة وأن القيروان معروفة بالمخزون الحضاري والتاريخي بتاعها. هذا اللي نخدموا عليه واللي انطلقنا فيه منذ مدة، ونحب نشير لهنا اللي راهو مسرح الهواء الطلق
باش يكون يتسع ل 5000 متفرج، ومركز الفنون الدراميه اللي توا موجودين في المناظره المعماريه ان شاء الله باش يكونوا في فضاء الفسقي. نعم، شكرا سيد نجيب. ليلى، كما ترون هذه الاجواء الروحانيه والثقافيه التي تعيش على واقعها ولايه القيروان. سنمدكم باكثر تفاصيل خلال النشرات القادمه، مع الشكر.